قام وزير الصناعة أحمد زغدار أمس الخميس بزيارة عمل وتفقد لعدد من المشاريع الاستثمارية بولاية ميلا، حيث أكد الوزير بالمناسبة على ضرورة تلبية حاجيات السوق الوطني قبل التوجه نحو التصدير. الزملاء تاعك بالتوفيق ان شاء الله، ربي يحفظكم. صح ولايه ولا اير؟ اير نمشي طول فيه طالب كبير. فيه طالب كبير. الأولوية السوق الوطني. اسمع حنايا شوف نلبوا السوق الوطني ومن بعد نروحوا للتصدير. ما لبيناش من غير المعقول نروح نصدر. ولكن أنايا هي قاعدة معروفة بيكون عندي ان اكيليبر توازن فيما يخص لا بالونس دو ديفيز تاعي. اليوم راني نعطيك راك تخرج في الديفيز باش تشري المواد الاوليه ولا لا؟ لازم هذا توجو لا بالونس تاعك اللي ديفيسيتير. اليوم انت راك مطالب سي فري تخرج ديفيز وفي نفس الوقت تعاود تدخله كي تصدر. يصير لك توازنات وما تاثرش على خزينه الدوله. هذا المطلوب بالنسبه للمصنعين. هذا واش نطلبوا منهم؟ نقبلوا لهم يجيبوا مواد اوليه ولكن في نفس الوقت يخرج كي يخرج باه يدير هذاك التوازن فيما يخص العملة الصعبة.